بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 131. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة السالفة تقدم معنا ما ذكره الشيخ من النصوص الواردة في النهي عن صوم يوم السبت، وما يفهم منه حل صومه تبعا. قال هنا: فهذا الأثرم فهم من كلام أبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث، وأنه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي يحتج به في الكراهة، وذكر أن الإمام في علل الحديث يحيى بن سعيد كان يتقيه وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أول الكلام عن حكم إفراد يوم السبت بالصيام. نعم. فيوم السبت إذا دخل مع غيره من الصيام بأن يصوم قبله أو بعده كان متصلا به، فهذا لا إشكال فيه عند أهل العلم، لا إشكال في جوازه، وإنما الكلام إذا أفرده. بعض العلماء كره صيامه لأنه عيد اليهود، فإذا والصيام نوع تعظيم، فإذا صامه المسلم فكأنه عظمه. وجاء في هذا حديث في النهي عن صوم يوم السبت، وأن المسلم إذا صامه فإنه يفطر ولو على أقل شيء. لكن هذا الحديث فيه مقال يضعفه عن الاستدلال به، فلذلك رأى جمع من أهل العلم أنه لا كراهة في صوم يوم السبت مفردا لعدم ما يمنع من ذلك، بينما فريق الثاني أخذ بالحديث على حاله واستدل به على كراهية إفراد يوم السبت بالصوم، لأن فيه تعظيم ولأن فيه تعظيما لهذا اليوم، لأن تخصيصه بالصوم يدل على تفضيله على غيره، فيكون في هذا تعظيم لعيد اليهود. والصحيح هو الرأي الأول، أنه لا كراهة في إفراد يوم السبت في الصوم، لأنه لم يثبت ما يدل على منعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحتج الأثرم بما دل من النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال يحمل النهي على إفراده، لأن لفظه لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضي أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه لا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده. نعم. وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذا غير محفوظ، وإما منسوخا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود.
قال أبو داود هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. وعن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر بعد، يعني حديث ابن بسر في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. نعم، هذه النتيجة، أكثر أهل العلم على عدم كراهة أفراد يوم السبت في الصوم، لأن الحديث الوارد في النهي عن صومه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء حكم بأنه كذب. نعم. وأما أكثر أصحابنا ففهموا من كلام أحمد الأخذ بالحديث وحمله على الإفراد، فإنه سئل عن عين الحكم فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه. نعم، وأكثر الحنابلة كما هو في متن الزاد عند المتأخرين أنه يكره إفراد يوم السبت نظرا للحديث الوارد في ذلك، فهم احتجوا به، إضافة إلى أن صيامه مفردا فيه تقصد له واعتقاد أن فيه فضيلة، فعلى هذا يكون صومه مكروها. نعم. وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. نعم. وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، وذلك لجودة إسناده عندهم، وأما عند مخالفيهم فكما سبق منهم من يقول هذا حديث حمصي، يعني كأنه من باب الطعن فيه لأن راويه مطعون فيه وهو من أهل الحمص، ومنهم من قال إنه كذب. وعلى كل حال فلم يعتمدوا على هذا الحديث في كراهة صوم يوم السبت. نعم. قال هؤلاء يكرهون إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث لجودة إسناده، ذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كيوم الجمعة وشهر رجب. نعم، استدلوا بالحديث ومنعوا من يوم صوم يوم السبت، لكن حملوه على من أفرده دون غيره من الأيام، فقالوا يكره إفراده بالصوم. نعم. وقد روى أحمد في المسند من حديث ابن لهيعة حدثنا موسى بن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي يعني الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغدى، فقال تعالي تغدي، فقالت إني صائمة، فقال لها أصمت أمسي؟ فقالت لا، قال كلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. نعم. وكذلك استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته المرأة أنها صائمة يوم السبت قال لها أصمت أمس، يعني لئلا يكون مفردا، قالت لا، قال فأفطري. فدل على هذا دليل للقول الأول، أن هذا دليل للقول الثاني أنه يكره صومه وإفراده. نعم. وهذا وإن كان إسناده ضعيفا لكن يدل عليه سائر الأحاديث، وعلى هذا فيكون قوله لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض. نعم. فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصومه وحده. نعم، إفراد يوم السبت بصوم الفرض كمن كان عليه يوم من رمضان أو أسلم حديثا ولم يبق في رمضان إلا يوم السبت فإنه يصومه من باب الفرضية لا من باب التنفل. نعم. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره. نعم، يكون الكراهة لإفراده بالنفل بصوم النفل، أما إفراده بصوم الفرض أو دخوله مع غيره في صوم النفل ففي هاتين الحالتين لا بأس بصيامه،
عند من يكرهون صيامه. نعم. ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. نعم. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة ونحو ذلك. نعم، هذا على رأي من يرى كراهية صوم يوم السبت، فإنه يقول إذا أضيف إلى غيره زالت الكراهة، أو كان عادة أنه يصوم أياما ثم دخل فيها يوم السبت فإنه لا حرج في ذلك لأنه لم يقصده بعينه. نعم. وقد يقال الاستثناء أخرج بعض صور الرخصة وأخرج الباقي بالدليل. نعم. ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة. الذين رأوا أن الصيام يوم السبت مكروه اختلفوا في العلة التي من أجلها كره صوم يوم السبت. نعم. فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك، وهو ترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل فيصير صومه تشبها بهم. نعم، هذا القول الأول في كراهية صوم يوم السبت عند هؤلاء أن فيه تشبها باليهود، لأن اليهود يعظمون هذا اليوم ويعتبرونه عيدهم الأسبوعي، فمن صامه فقد عظمه وشابه اليهود في تعظيمه. نعم. وهذه العلة منتفية في الأحد. نعم. وعلله طائفة من الأصحاب أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه أهل الكتاب، وإفراد رجب أيضا لما عظمه المشركون. وهذا التعليل يعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يرد النهي عن صوم يوم الأحد مع أنه عيد النصارى، فلو كانت العلة أنه عيد اليهود لما لعارضه يوم الأحد لأنه عيد النصارى، ولم يرد دليل على النهي عن صومه. نعم. قال هذا التعليل يعارض بيوم الأحد فإنه يوم عيد النصارى، فإنه صلى الله عليه وسلم قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. اليوم لنا يعني يوم الجمعة، وغدا لليهود يعني يوم السبت، ويوم الأحد للنصارى، وذلك أن الله شرع للمسلمين يوما في الأسبوع يتعبدون فيه ويقيمون فيه نسكا من مناسك الدين، فاليهود اختاروا يوم السبت، قالوا لأن الله استراح فيه من الخلق كما يظنون أن الله تعب من خلق السماوات والأرض وانتهى الخلق يوم الجمعة فاستراح يوم السبت، فهم يستريحون فيه يوم السبت لأجل هذه الفرية وهذا الكذب والتنقص لله عز وجل. والنصارى أخذوا يوم الأحد، قالوا لأنه أول الأيام التي بدأ الله فيها خلق السماوات والأرض، فظلوا في هذا الاختيار، اليهود والنصارى ظلوا في هذا الاختيار، وأرشد الله المسلمين ليوم الجمعة لأنه اليوم الذي تكامل فيه الخلق وفيه تكامل الخلق، وفيه أنه تكامل فيه خلق آدم، وأنه فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة، فيكون في هذا اليوم أحداث عظيمة في الماضي وفي المستقبل، فصار يوما معظما عند الله سبحانه وتعالى، ووفق الله المسلمين واختاره لهم، فحسدهم اليهود والنصارى على ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال وقد يقال إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر، ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى بن عباس قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم وصححه بعض الحفاظ. نعم، هذه حجة القائلين بأنه لا يكره صوم يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مع يوم الأحد. وأيضا هم يقولون إن العلة في كراهية صومه عدم مشابهة اليهود في تعظيمه، لأن الصوم تعظيم عندهم. فالشيخ رحمه الله ينقض هذا التعليل ويقول ما داموا يعظمونه فإذا صامه المسلم فقد خالفهم، فتتحقق المخالفة في الصوم لا في الإفطار. نعم. قال وهذا نص في استحباب صوم يوم عيدهم لأجل قصد مخالفتهم. نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنقل في صيامه في الأسبوع، تارة يصوم أياما من أول الأسبوع وتارة يصوم أياما من آخر الأسبوع. فإذا صام أياما من أول الأسبوع دخل فيها يوم السبت. نعم. قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، وهذان الحديثان ليس بحجة على من كره يوم السبت وحده، وعلل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك، فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم. نعم. قال رحمه الله فصل. وأما النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين فمن لم يكن. انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أو البحث في صوم يوم السبت. انتقل إلى صوم وصوم يوم السبت لليهود كما سبق، انتقل إلى صوم الأيام التي تعظمها الفرس وهي النيروز والمهرجان. هذان يومان من أعياد الفرس، فهل المسلم يكون مفطرا في هذه الأيام أو صائما؟ نعم. قال وأما النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين فمن لم يكره صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم قد لا يكره صوم ذلك اليوم، بل ربما يستحبه لأجل مخالفتهم. نعم. وكرههما أكثر الأصحاب. وقد قال أحمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن كره صوم يوم النيروز والمهرجان. نعم. قال أبي قال أبي أبان أبي قال أبي أبان بن أبي عياش عن الرجل. وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين، وعلل ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكرها كيوم السبت. حاصل ذلك أن النيروز والمهرجان يجري الخلاف الذي جرى في يوم السبت في صومهما أو تركهما، يجري الخلاف فيهما، فمن نظر إلى أن الصوم تعظيم قال يمنع صوم يوم النيروز والمهرجان لأنه نوع تعظيم لما تعظمه الفرس والمشركون، ومن نظر إلى أنه ليس تعظيما لهذين اليومين وإنما هو مخالفة لأنهم هم يأكلون ويشربون ويتوسعون فيه، فالمسلم يخالفهم ويصومه، والمخالفة لهم مطلوبة وعدم التشبه بهم. نعم. قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. الإمام الموفق بن قدامة صاحب المغني
لما يقيس على اني على على كراهية صوم يوم السبت ويوم النيروز والمهرجان، يقيس عليه على هذه الأيام كل يوم يعظمه الكفار، كل يوم تعظمه الكفار ولو في غير هذه الأيام فإنه يكره صيامه. نعم. وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد. نعم. وقد يقال إن النيروز والمهرجان ليس من حساب العرب الذي تعرفه، فيكره صيامهما. وأما السبت والأحد فإنهما من حساب العرب الذي تعرفه، فلذلك لا يكره. ففيه فرق إذن بين النيروز والمهرجان وبين السبت والأحد، فإن السبت والأحد مما تعرفه العرب في حسابها، خلاف النيروز والمهرجان فإنهما يومان من حساب العجم الذي لا تعرفه العرب، فيكره صومهما من أجل ذلك، أنهما لا يجريان على حساب العرب. نعم. قال: لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمية أو الجاهلية كان ذريعة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنهما من حساب المسلمين. نعم. فإن من قصد صوم يوم النيروز والمهرجان مع أننا لا نعرف الحساب الذي بني عليه، فإن هذا يكون فيه تعظيما لهذه الأيام التي تعظمها الفرس والمشركون، نحن نشاركهم في ذلك، فيكره لنا هذا. وأما السبت والأحد فإنها من حساب العرب، فلا يكره صيامهما. نعم. قال: فإنهما من حساب المسلمين فليس في صومهما مفسدة. نعم. فيكون استحباب صوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار، والله أعلم. هذه نتيجة انتهى إليها الشيخ. نعم. في الأخير في هذه المسألة، وهي حكم صيام الأيام التي تعظمها الكفار من اليهود والنصارى والفرس وغيرهم، فما كان منها يجري على حساب العرب المعروف فإنه لا يكره صومه، وما كان منها يجري على حساب العجم الذي لا يعرف عند العرب فإنه يكره صومه، لما في ذلك من تعظيمه ومشاركتهم في تعظيمه. نعم. قال رحمه الله: وذلك أن أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين، أحدهما أن فيها مشابهة الكفار، والثاني أنها من البدع. نعم. فما أحدث من المواسم والأعياد هو منكر وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب، لوجهين: أحدهما أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات. نعم. فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. نعم. ما يدل على تحريم إحياء المناسبات التي يصطلح عليها الناس. نعم. وليست من وصول الديانات، وإنما يصطلح عليها الناس من باب التعظيم والذكريات كما يقولون. ما يدل على هذا عموم حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة وفي المناسبات أيضا إذا دعت حاجة إلى الخطبة، لكن الغالب يخطب في الجمعة والأعياد. وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع صوته وإنذاره للناس
لأن الخطيب إذا انفعل فإن الناس ينفعلون تبعا له وينتبهون ليتلقوا ما يقوله، بخلاف ما إذا كان فاترا في الكلام أو متماوتا في الكلام فإن الناس قد يأخذهم النوم والكسل ولا يلتفتون إلى خطابه. ولذلك كان طابع خطبه صلى الله عليه وسلم الجزالة والقوة وتقصير الخطبة واختصارها مع الاعتناء بإلقائها، مع الاعتناء بإلقائها، حتى إنه كانت تحمر عيناه صلى الله عليه وسلم من شدة الانفعال، كأنه منذر جيش يعني عدو، يقول صبحكم ومساكم، يعني وصلكم العدو صباحا أو مساء. هذا حالته صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأن المقصود بالخطبة التأثير والتحذير والإنذار، ليس المقصود منها مجرد الكلام أو سد الفراغ كما هو عند بعض الناس الخطباء اليوم، فإنهم لا يعدون للخطبة في إعدادها واختيار ألفاظها ولا في كيفية إلقائها، لا يعدون لذلك عدة، وإنما يعتبرونها من باب سد الفراغ بأي كلام يأتي. فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر. والحاصل أن من جملة ما يحذر منه في كل خطبة أنه يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. نستأذنك شيخنا وندع بيان ألفاظ هذا الحديث ومدلولاته إلى حلقة قادمة إن شاء الله لنهاية وقت هذه الحلقة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.